السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب مدرسة أطفال الرمثة النموذجية، مادة العلوم للصف الرابع. عندنا اليوم تابع لدرس القوة. درس القوة صورت في الحصة السابقة الجزء الأول، واليوم سنتابع الجزء الثاني. خلينا نستعرض النقاط الرئيسية اللي حكينا عنها بالجزء الأول. طبعا احنا درسنا كان عن القوة. القوة هي مؤثر خارجي يؤثر على الأجسام الساكنة والمتحركة، ويكون هذا التأثير كما يلي: على الأجسام الساكنة يحركها، وعلى الأجسام المتحركة إما أن يزيد سرعتها أو أن يغير اتجاهها أو الاثنين معا أو قد يوقفها. إذن هذا تأثير القوة على الأجسام الساكنة والمتحركة. وتعرفنا أيضا على أنواع القوة بأنها قوة سحب وقوة دفع. إذن القوة مهما كانت شكلها ومهما كان نوعها فهي إما أن تكون قوة سحب وإما أن تكون قوة دفع. وأيضا قسمنا القوة من حيث كيفية التأثير على الأجسام إلى نوعين من القوة. القسم الأول سميناه قوة التلامس، أي أن هذه القوة أو هذا النوع من القوة يؤثر على الأجسام الأخرى خلال ملامستها، مثل قوة الاحتكاك. تمام يا رابع؟ وتحدثنا عنها في الحصة السابقة بالكفاية. اليوم سنتحدث عن نوع ثاني من قوة التلامس اللي هو قوة الشد. هذا النوع من القوة من اسمه قوة الشد، إذن تحدث عملية شد. مثال على ذلك مثلا وينش، كلكم بتعرفوا الوينش، يسحب سيارة متوقفة أو متعطلة. تمام يا رابع؟ كيف شو بستخدم؟ بستخدم إما الحبل أو سلاسل فلزية، جنزير يعني، سلاسل فلزية أو خيط أو حبل حسب نوع الجسم اللي بدنا نسحبه. إذا قوة الشد هي قوة تؤثر على الأجسام، قوة تؤثر على الأجسام بواسطة حبل أو سلك أو خيط. وتؤثر قوة الشد في سلسلة، في مثلا في سلسلة فلزية مثبتة في شاحنة اللي هو الونش بنسميه، لما بتسحب سيارة متعطلة. إذا قوة التلامس، قوة احتكاك حكينا عنها الحصة السابقة، تنشأ بين جسمين متلامسين خلال حركة أحدهما أو كليهما، لها فوائد ولها مضار تحدثنا عنها سابقا. أما قوة الشد هي قوة الشد هي قوة تؤثر على الجسم بواسطة حبل أو خيط أو سلسلة فلزية. تمام؟ مثل الصورة اللي بالكتاب عندنا هنا، لاحظوا عندنا ونش يقوم بسحب السيارة المتعطلة بواسطة حبل أو سلسلة فلزية. طبعا هذا النوع يسمى قوة التلامس، يعني يجب على مصدر القوة أن يلامس الجسم المؤثر عليه. هذا بالنسبة لقوة قوة التلامس اللي هي قوة الاحتكاك وقوة الشد. الآن سنتحدث عن قوة التأثير عن بعد، يعني يوجد قوة تؤثر على الأجسام من دون ملامستها، وتسمى هذه القوة قوة التأثير عن بعد. قوة التأثير عن بعد. سنتحدث عن ثلاثة أنواع من هذه القوة. سنتعرف على ثلاثة أنواع من هذه القوة. أول نوع هو قوة الجاذبية الأرضية. سلاحظوا يا رابع أنه أي جسم يسقط من يدك سواء بقصد أن تسقطه أو سقط عفوا، فإنه دائما يتجه دائما نحو الأرض. إذن قوة الجاذبية الأرضية هي قوة التأثير عن بعد، وهي قوة تسحب الأجسام. إذن هي قوة تسحب الأجسام دائما نحوها.
أي جسم، أي جسم يسقط باتجاه الأرض دائما توجد قوة في الأرض تسمى قوة الجاذبية تعمل على سحب هذا الجسم باتجاهها. لاحظ أي جسم يرتفع إلى الأعلى وفي النهاية سيسقط بسبب قوة الجاذبية. أي كرة، أي جسم ترفعه للأعلى ترميه للأعلى سوف يرتفع بمقدار معين ثم يقف في لحظة معينة ثم يبدأ بالسقوط مرة ثانية نحو الأرض لأن قوة الجاذبية الأرضية تسحبه إلى الأرض. طبعا لاحظوا أن هذه القوة تؤثر على الجسم دون أن تلامسه. لاحظوا إحنا ما بنشوف قوة الجاذبية أصلا فكيف بدنا تلامس؟ إذا هي قوة تؤثر على الجسم دون أن تلامس هذا الجسم. إذا قوة الجاذبية الأرضية قوة تسحب الأجسام دائما نحوها وتؤثر على الجسم دون أن تلامسه، إذا هي قوة التأثير عن بعد. هذه بالنسبة للنوع الأول من قوة التأثير عن بعد. النوع الثاني من قوة قوة التأثير عن بعد هي القوة المغناطيسية. القوة المغناطيسية، كلنا بنعرف المغناطيس يا رابع، كلنا بنعرف المغناطيس. طبعا المغناطيس له قطبين، لاحظوا يا رابع هاي في عندي هون قطبين، هذا قطب وهذا قطب. هذا القطب سأسميه القطب الشمالي بالإنجليزي نورث يعني وهون هذا القطب أن كمان نورث، تمام. هذا القطب الآخر، هذا القطب أس يعني ساوث، وهذا هون القطب ساوث يعني ساوث، تمام. هل لاحظوا أنه أنا رسمت بالأول قطبين متشابهين قريبات من بعض، هذا قطب شمالي وهذا قطب جنوبي. إذا قربت المغناطيسين من بعض سوف يحدث بينهما تباعد تنافر، سيؤثر كل منهما عن الآخر ويحاول إبعاده عنه أو هو يبتعد عنه، إذا يحدث بينهما تنافر. ليش؟ لأنه الأقطاب المتشابهة تتنافر. إذا الأقطاب المتشابهة تتنافر، عندي قطب شمالي للمغناطيس الأول وقطب شمالي للمغناطيس الآخر عند تقريبهما من بعضهما فيحدث بينهما تباعد، يعني راح يشكر هذا راح يحاول يبتعد بهذا الاتجاه والمغناطيس الآخر سيبتعد بهذا الاتجاه، تمام. لكن ماذا سيحدث لو عكسنا الموضوع؟ في عندي هنا المغناطيس، تمام، وهون عندي قطب شمالي مع المغناطيس الآخر ولكن قطب جنوبي، قطب جنوبي أس وساوث، لاحظوا قطبين مختلفين، هنا أس وهنا أن، هنا أقطاب مختلفة سيحدث بينهما تجاذب، تجاذب. إذا لاحظوا هنا سيكون اتجاه الأسهم مقتربات من بعض، ولاحظوا هنا الأسهم متعاكسة، هذا متجه لهذا الاتجاه وهذا المغناطيس متجه لهذا الاتجاه، إذا هنا تنافر. ولاحظوا هنا مقتربات الأسهم بنفس الاتجاه بحاول أن يقترب من بعض، إذا قوة تجاذب، وهذا ما يحدث عند تقريب قطبين مختلفين لأن الأقطاب المختلفة تتجاذب. لاحظوا التأثير في الرسم الأولى والتأثير في الرسم الثانية دون تلامس المغانط، وكلمة مغانط جمع مغناطيس، كلمة مغانط جمع مغناطيس. إذا هذه هي القوة المغناطيسية، ودائما المغناطيس يؤثر على الحديد، أكثر المواد تأثرا بقوة المغناطيس هي الحديد، تمام. طبعا أي مغناطيس بيكون قريب من مغناطيس آخر سيحدث بينهما التنافر إذا كان القطبان متشابهان، ويحدث بينهما تجاذب إذا كان المغناطيسان أو القطبان مختلفان، زي عندي هون برسمة الكتاب، هذا شمالي وهذا شمالي تنافر متشابهان، هنا
شمالي مع جنوبي يحدث بينهما تجاذب، تمام؟ لأنهما مختلفان. هذا بالنسبة للقوة المغناطيسية. إذن قوة التأثير عن بعد، القوة الجاذبية الأرضية والقوة المغناطيسية. بضل بدي أحكي عن النوع الثالث من القوة المؤثرة عن بعد، وهي القوة الكهربائية. القوة الكهربائية رابع بالنسبة للقوة الكهربائية. الآن كل الأجسام بما فيها جسمك في عليها شحنات كهربائية، هذه الشحنات موجبة، نسميها موجبة، وسالبة، ناقص بنسميها سالبة. الآن الجسم بشكل عام هو جسم متعادل كهربائيا. شو يعني متعادل كهربائيا؟ يعني بهذا الشكل، شحنة موجبة جنبها شحنة سالبة، شحنة موجبة جنبها شحنة سالبة، وهكذا. لاحظوا الرسمة، شحنات موجبة، ما في شحنتين موجبتين جنب بعض، ما في شحنتين سالبتين جنب بعض، سواء مشيت أفقيا أو عموديا لاحظوا الشحنات مختلفة. هذا الجسم بسميه جسم متعادل كهربائيا، جسم متعادل كهربائيا. لكن ماذا يحدث للشحنات الكهربائية إذا قمنا بدلك الجسم مع جسم آخر؟ مثلا لنفرض أنه أنا جبت عندي بالون، تمام؟ عندي بالون رقم واحد والبالون رقم اثنين. الآن طبعا البالونين بالوضع الطبيعي متعادلان كهربائيا، يعني شحنات كهربائية زي هيك، موجب سالب موجب سالب موجب سالب إلى آخره. الآن نتيجة دلك البالونين مثلا بالشعر أو بعضهما سيعاد ترتيب الشحنات بحيث أنه يصبح هذا الطرف مشحون بشحنة سالبة والشحنات الموجبة بعيدة، وأيضا هذا الطرف مشحون بشحنة سالبة. طب شحنة سالبة مع شحنة سالبة أخرى ماذا سيحدث بينهما؟ أتوقع أن تجيبوا بأنه سيحدث بينهما تباعد، أي تنافر، كما حدث بأقطاب المغناطيس. الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر والأقطاب المغناطيسية المختلفة تتجاذب. نفس الإشي هذا البالون، البالون الأول مشحون بشحنة موجبة، نتابع البالون الأول انشحن بشحنة سالبة نتيجة الدلك. نفس الإشي البالون رقم 2، عند تقربهما من بعضهما يحدث بينهما تنافر تباعد. ليش؟ لأن الشحنات مختلفة، لأن الشحنات متشابهة. لكن لو إجيت أنا وشحنت البالون ودلكته بشعري وقربت البالون من الحائط، راح ألاحظ التصاق البالون بالحائط. ليش؟ لأنه البالون صار عليه شحنة سالبة والحائط أصلا في عنده شحنات موجبة أو متعادلة، فبالتالي راح يحدث بينهما إيش؟ تجاذب. ليش؟ لأنه ركزوا معي، الشحنات الكهربائية المتشابهة تتنافر والشحنات الكهربائية المختلفة تتجاذب، تمام؟ لاحظوا رسمة الكتاب، في عنا بالونين مشحونين بشحنات شحنة سالبة الاثنين دلكناهم بالشعر. لاحظوا انه البالون الاول عليه شحنه سالبه، هي اشاره ناقص، والبالون الثاني شوفوا الاشاره الاسهم مبتعده عن بعضهما، هاي قوه تنافر. اذا رح يحدث بينهم قوه تنافر، هذه هي القوه الكهربائيه. اذا القوه الكهربائيه هي القوه التي تنشا بين الاجسام المشحونه. القوه الكهربائيه خليني اعرفها هون اخيرا، القوه الكهربائيه هي القوه التي تنشأ بين الأجسام المشحونة كهربائيا. وما تنسى أنه في عندي شحنة سالبة وفي عندي شحنة موجبة.
إذا كان عندي شحنة سالبة مع شحنة سالبة راح أصير بينهما تنافر، شحنة موجبة مع شحنة موجبة راح يحدث بينهما تنافر، وشحنة موجبة مع شحنة سالبة راح يحدث بينهما تجاذب. هاي هي القوة الكهربائية. وبهيك بكون انهيت درسنا، هذا هو الجزء الثاني طبعا منه اللي هي درس القوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.